بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج علوم سنة خمسة ابتدائي الترم الاول المنهج الجديد. وكنا وصلنا مع بعض يا سنة خمسة عند الدرس رقم 3 في المفهوم الثالث. اللي ما ذاكرش المفهومين الاولانيين يقدر يرجع لهم يذاكرهم الاول، موجودين على القناة، وبعدين يجي يذاكر الدرس الاول والدرس الثاني من المفهوم الثالث، وبعدين يكمل معانا بقى الدرس الثالث في المفهوم الثالث. طيب يلا نبدأ كده مع بعض. نموذج انتقال الطاقة، هناخد بقى التجربة الثانية اللي هي الجزء الثاني، التلوث. الهدف يا مستر تصميم نموذج يوضح تأثير التلوث في الشبكة الغذائية. طب التوقع ايه؟ كيف يمكن ان يؤثر التلوث في الشبكة الغذائية؟ ازاي التلوث ده يقدر يؤثر في الشبكة الغذائية؟ تعالى يلا كده ناخد خطوات التجربة. بيقول لك انظر الى الشبكة الغذائية التالية. بص كده على الشبكة اللي قدامي في الصورة ديت. الشبكة دي طبعا احنا اتفقنا ان اي شبكة بيبقى اول حاجة فيها كائن منتج اللي هو الغذاء. طيب بيقول لك ايه بقى؟ رقم 2، اقترح بعض الاحداث المسببة للتلوث في النظام البيئي الذي تعتبر هذه الشبكة الغذائية جزء منه. رقم 3، استنتج تأثير هذه الأحداث على الشبكة الغذائية. رقم 4، سجل الحدث وتأثيره على الشبكة الغذائية في الجدول الموجود في الصفحة التالية. رقم 5، فكر فيما تكشفه هذه اللعبة عن تأثير التلوث في انتقال الطاقة في النظام البيئي. طيب يلا بينا كده يا سنة 5. يجي يقول لي ايه؟ يقول لي حريق، الحدث حريق في النظام البيئي. لو حصل حريق في النظام البيئي ده يأثر في النظام البيئي؟ طبعا بيأثر في النظام البيئي يا مصر. طيب عندك لان الحريق ده بينتج عنه كمان ضباب دخاني، ضباب الدخاني ده كمان بيسبب امطار حامضية. طيب عندك كمان لو حصل بقعة زيتية ملوثة للبحيرات، البقعة الزيتية ديت بتحجب ضوء الشمس عن انه يصل الى الماء، قالك وبالتالي الكائنات اللي موجودة في المنطقة دي او اللي عايشة تحت المنطقة ديت هتؤدي ذلك الى موتها وهلاكها، وكمان يعني ملوث للبيئة. يبقى اذا هنا بيأثر؟ طبعا بيأثر. يبقى اذا يلا بقى التحليل والاستنتاج. بيقول لك ينشأ التلوث في الشبكات الغذائية عند تلوث الموارد التي تتغذى عليها النباتات والحيوانات. يبقى لما الموارد اللي الحيوانات والنباتات بتتغذى منها او بتاكل منها بتتلوث، اللي بيحصل تتعرض الكائنات الحية للتلوث بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، مما قد يؤدي الى موتها. في الاخر بتموت، وبالتالي تقل كمية الغذاء التي تعتمد عليها الكائنات الحية الاخرى. طيب يجي يقول لك فكر في النشاط. يجي يقول لك ماذا يحدث عند انتشار الدخان والرماد في النظام البيئي؟ لو الدخان والرماد انتشروا في النظام البيئي يحصل ايه يا مستر؟ هنقول له سيغطي الدخان والرماد مساحات خضراء كبيرة، وقد تواجه الحيوانات صعوبة في التنفس، لان طبعا الدخانة وهي طالعة بيبقى فيها كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون. خلاص كده قال لك فيؤدي ذلك الى صعوبة في التنفس. طيب سن 2، كيف يمكن ان يؤثر التلوث في الشبكة الغذائية؟ هنقول له اذا تعرض الحيوان للتلوث وادى ذلك الى موته. اذا تعرض الحيوان للتلوث وادى ذلك الى ايه؟ الى موته. فسيؤثر ذلك سلبا في باقي مستويات الشبكة الغذائية. ده هيأثر في باقي مستويات الشبكة الغذائية. تمام. طب يلا كده يجي يقول لك اختبر نفسك. يقول لك ايه؟ حدث حريق في الغابة فهربت الارانب بعيدا عن الحريق. يبقى حصل حريق في الغابة فالارانب بعدت بعيدا عن الحريق حتى ينطفئ، وعندما عادت وجدت العشب قد احترق. لما رجعت الارانب تاني لقت الحشائش كلها احترقت. ما تأثير ذلك على الأرانب التي كانت تأكل العشب؟ طبعا هي مش هتلاقي أكل، فبالتالي إيه اللي هيحصل لها؟ هتموت. يبقى إذن تموت الأرانب. بنقول له هنا إيه اللي يحصل للأرانب؟ بنقول له ستموت الأرانب. تموت الإيه؟ الأرانب. تمام، لأن مش هتلاقي أكلها. رقم 2، ما تأثير موت الأرانب على باقي الكائنات التي توجد في مستويات الشبكة الغذائية في هذه البيئة؟ لما الأرانب تموت في السلسلة الغذائية خلاص الأرانب ماتت، فخلاص كده توقف الدور اللي كانت بتقوم بيه في السلسلة في نقل الطاقة. فبالتالي إيه اللي هيحصل للكائنات اللي كانت بتاكل الأرانب؟ قال لك في الحالة دي قدامها حاجة من اتنين، يا هي كمان هتموت يا هتهاجر وتسيب البيئة اللي كانت عايشة لأن مش هتلاقي طعامها. يبقى إذا في الحالة دي هنقول له تتأثر باقي الكائنات سلبا، إما بقى إن هي تهاجر تروح بقى تشوف كائنات تانية أو كده، أو إن هي تموت لو دنتها في بيت. يبقى نقول له ستتأثر باقي الكائنات
سلبا، فإما أن تهاجر وإما أن تموت. خلاص كده. طيب عندي بعد كده بقى يجي يقول لك النشاط الثامن عندنا، ركز معايا بقى، نشاط 8 يجي يقول لك التغيرات في مجموعات الكائنات الحية. بيقول لك هل يؤثر نوع واحد من الكائنات الحية في النظام البيئي في مجموعة نوع آخر؟ يعني نوع واحد يؤثر في مجموعة نوع آخر؟ للإجابة على هذا التساؤل سوف ندرس الطيور البحرية، هندرس الطيور الهيين البحرية كمثال. تعالى كده ناخد كده، بص كده، تبني الطيور البحرية عشها على قمة المنحدرات الجبلية، يبقى أي طائر بحري بتلاقيه يبني العش بتاعه على قمة المنحدر الجبلي كده، حتة من الجبل لقمة الجبل تلاقيها في حتة منحدرة كده يبني العش بتاعه. تغوص الطيور البحرية في أعماق البحر، الطيور البحرية دي بتغوص في أعماق الإيه؟ أعماق البحر، لتتغذى على الأسماك الصغيرة، يبقى الطيور البحرية اللي قدامنا في الصور دي بتغوص في أعماق البحار عشان تتغذى على الأسماك الهين الصغيرة. تتغذى هذه الأسماك على إيه بقى؟ طب الأسماك الصغيرة دي بتتغذى على إيه؟ قالك بتتغذى على الكائنات الدقيقة التي تطفو على سطح الماء، الكائنات الدقيقة اللي بتطفو على سطح الإيه؟ المية. طيب هذا النوع من الكائنات الدقيقة يعتبر من الكائنات المنتجة، يبقى الكائنات الدقيقة دي نوع من الكائنات الإيه؟ المنتجة في الشبكة الغذائية البحرية. تمام. بيقول لك تعتبر الأسماك الصغيرة هي المصدر الرئيسي للغذاء للعديد من الطيور البحرية، يبقى الأسماك الصغيرة دي المصدر الرئيسي للغذاء للطيور الإيه؟ البحرية. يعني الطيور البحرية كلها بتاكل إيه؟ أغلبها بتاكل الأسماك الصغيرة دي. طب تمام، هنا بقى يسألك سؤال، يقول لك ماذا يحدث إذا تغير المناخ الذي توجد فيه الكائنات الدقيقة؟ طب الكائنات الدقيقة اللي الأسماك الصغيرة بتاكلها، لو المناخ اتغير إيه اللي يحصل للكائنات دي؟ بتعيش هذه الكائنات الدقيقة في المياه الباردة، يبقى الكائنات الدقيقة دي المفروض إن هي بتعيش في المياه الإيه؟ البارد، دي الموطن الرئيسي بتاعها. خلاص كده؟ الذي يساعدها على البقاء، يبقى هي تعيش في مياه باردة تبقى تمام التمام. طب ايه اللي يحصل بقى لو تغير المناخ واصبح الماء بدل ما هو مياه باردة اصبحت مياه دافئة او ماء دافئ؟ قالك تنتقل الكائنات الحية الدقيقة الى مكان اخر به ماء بارد، يبقى هتلاقي نفسها خدت بعضها من المياه الدافئة دي وراحت لمياه باردة. لن تجد الاسماك الصغيرة طعامها، فبالتالي الاسماك الصغيرة اللي عايشة في المنطقة دي مش هتلاقي كائنات دقيقة، لان الكائنات الدقيقة سابت المكان ومشيت راحت لمكان فيه مياه بارد. فلما الأسماك الصغيرة ما تجدش طعامها فتنتقل إلى موطن جديد، السمك ده يسيب مكانه وينقل لموطن جديد. أخيرا الطيور البحرية لن تجد مصدر الغذاء أيضا، الطيور البحرية اللي كانت بتاكل السمك الصغير مش هتلاقي مصدر غذاء، مش هتلاقي السمك لأن السمك برضه ساب مكانه وهاجر، فبعضها ينتقل إلى موطن جديد وبعضها يموت أو يهلك. فبالتالي بقى أحد الطيور دي في منها اللي هيهاجر ويتنقل لموطن تاني، وفي منها اللي هيدنه في مكانه ومش هيلاقي اكله، هيدنه لغايه ما يموت. طيب تعالى كده يلا بقى ناخد المجموعات، ناخد الايه؟ المجموعات. بيقول لك افراد من الكائنات الحيه من نفس النوع تعيش معا في منطقه ايه معينه، يبقى المجموعه هي افراد من الكائنات الحيه يكونوا من نفس الايه؟ النوع. يعني مثلا طائر النورس، يبقى مجموعه من طيور النورس مع بعض عايشين في منطقه معينه نقول عليها دي اسمها مجموعه، يبقى طالما هما من نفس الايه؟ النوع. طيب يبقى اذا ده كده ايه؟ التغيرات في مجموعات الكائنات الحية. تعالى كده يجي يسألني بعض الأسئلة، يقول لك ماذا تعني عبارة التغيرات في مجموعة الكائنات الحية او في مجموعات الكائنات الحية؟ هنقول له تعني ان ازدياد عدد افراد الكائنات الحية او انخفاضها يمثل تغيرا في مجموعة هذا النوع من الكائنات الحية، يبقى لو زاد العدد او قل ده كله بيمثل تغير في مجموعة هذا النوع من الكائنات الايه؟ الحية. ده معنى كلمة عبارة التغيرات، يبقى التغير يا اما بالزيادة او بالنقصان. رقم 2، كيف يمكن ان تؤثر التغيرات المناخية في مجموعة احد انواع الكائنات الحية؟ هنقول له يزداد عدد افراد الكائنات الحية اذا كانت الظروف المناخية معتدلة ومناسبة، يبقى بيزيد العدد امتى؟ لو كانت الظروف معتدلة ومناسبة، التغيرات المناخية طبعا او الظروف المناخية. وبينخفض عددها امتى؟ لو كانت الظروف المناخية غير معتدلة وغير مناسبة، فقد تضطر الكائنات الحية الى الانتقال الى بيئة ايه؟ الى بيئة اخرى. تمام. طب
سين سؤال يجي يقول لك: لماذا يؤثر تغير مجموعة نوع ما من الكائنات الحية على مجموعة الأنواع الأخرى؟ ليه تغير مجموعة نوع من الكائنات بيأثر على مجموعات الأنواع الأخرى؟ هنقول له: تعتمد أنواع الكائنات الحية على الأنواع الأخرى، لأن في أنواع من الكائنات معتمدة على الأنواع الأخرى من أجل البقاء. لذلك فإن زيادة عدد أفراد نوع من الكائنات الحية أو انخفاضه سيؤثر في مجموعات الحيوانات الإيه الأخرى، زي اللي إحنا لسه واخدينها من شوية. إحنا قلنا الأسماك الكائنات البحرية أو الطيور البحرية بتاكل مين؟ تاكل الأسماك الصغيرة. يبقى الطيور البحرية دي نوع بياكل نوع تاني اللي هي الأسماك الصغيرة. الأسماك الصغيرة دي بتاكل نوع تالت، بتتغذى على نوع تالت اسمه الكائنات الدقيقة. شفت كلها أنواع معتمدة على بعضها أهي. قال لك: فهنا لو حصل تغيير بالزيادة أو النقصان في عدد أي نوع من ده بيأثر على المجموعات الأخرى. طب يلا كده يجي يقول لك: اختبر نفسك.